الكبير عشان نجيب من الآخر يعني، الكبير في عيون العالم، الكبير في عيون القارة الأفريقية، الكبير بشهادة الجميع خبراء ومحللين خارج الحدود، مش محتاج يسمع حد ولا عايز يعرف رأي حد من جوه، مع كامل الاحترام والتقدير طبعا للكل. والأهلي أثبت عالميا وقاريا إنه كبير بشهادة الجميع زي ما قلت، ومش محتاج الحقيقة لا حد يقيمه ولا حد يقول رأيه فيه. تقول لي بقى تحكيم، تقول لي مش عارف وكالة ايه للإعلان، تقول لي الدولة، تقول لي السحر والجن والشعوذة، دي مش قصتنا، ونحن لا نلتفت لهذه الأمور. نفرح بكرة بشكل رسمي نستلم الدرع، خامس بطولة بيحققها الأهلي الموسم ده، وما زال في الموسم بقية بإذن الله إن شاء الله كأس مصر تبقى العلامة الكاملة، ويبقى موسم ولا أروع وبداية ولا أروع لمستر مارسيل كولر. يوم الأربع اللي فات هنا في نفس المكان على نفس الكرسي ده مع نفس الضيوف دول جبنا لكم سيناريو المباراة من الكنترول، وقد كان فعلها كولر أمام أوزوريو في استاد القاهرة برباعية مع الرأفة أمام الزمالك. اسمحوا لي أرحب بضيوفي أحمد مصطفى، بلال محسن، محللين الكرة العالمية اللي بيشرفونا في السادسة دايما. مساء الخير وأهلا وسهلا بيكم. مساء النور يا احمد، واهلا بيك طبعا وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، ودايما بيبقى مبسوطين انا وبلال معاك جدا يعني. شبارك لي على الدوري ولا ايه؟ يعني ده احنا بقالنا نجتهد الدوري بعد حاجه طبيعيه بالنسبه لنا. لا بس الدوري بعد قمه حاجه ثانيه. دي حقيقه. صحيح؟ احتفال وليه طعم مختلف. طبعا طبعا. مساء الخير يا بلال. مساء الخير طبعا استاذ احمد، اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين، ومبروك لكل منظومه النادي الاهلي، مجلس اداره وجمهور ولاعبين وجهاز فني واعلام وكل من ينتمي للنادي الاهلي. بطوله ليها طعم خاص، بطوله الحمد لله حتى الان النادي الاهلي بينافس نفسه في كل على مستوى كل الارقام، فان شاء الله رب تكمل الفرحه بقى، وباذن الله نقفل الموسم ببطوله كاس مصر كمان، احنا طماعين ويبقى عملنا موسم للتاريخ كعاده النادي الاهلي ان شاء الله. خلص الدوري الاول 90 بونت وبدون هزيمه عشان نكسر رقم النادي الاهلي برضه. طبعا احنا بننافس نفسنا. طب خليني قبل ما اروح للكنترول اللي احنا فتحناه هنا في حلقه يوم الاربعاء اللي فات ونشوف كده احنا قلنا ايه وايه اللي حصل منه في 90 دقيقه، خليني اعدي معاكم على أهم أخبار النهاردة. طبعا ماتش بكرة بما أنه احتفالية التتويج والأهلي هيتسلم فيه درع البطولة، فبكرة بشكل استثنائي هيسمح بحضور 10,000 من الجمهور، 5,000 طبعا لكل فريق. النهاردة طبعا تم الإعلان عن الرحيل لويس ميكيسوني بشكل ودي، طبعا تم فسخ العقد فيه بدون طبعا، وتنازل ميكيسوني عن الحقوق المستحقات المالية. والنهارده الحقيقه دي حابب اقف معاها، وميكيسوني الحقيقه يمكن صفقه ما خدتش حظها، في لعيبه كتير جم النادي الاهلي على مدار تاريخه ما كانش حد يختلف على كفاءتهم ولا امكانياتهم، لكن من الوارد انه بيبقى التيشيرت ليها ظروف، حجم الضغوط، عدم التوفيق، تغيير اجهزه فنيه، بتحصل في اوقات كتيره جدا. لكن الحقيقه ان كل الشهادات في حق ميكيسوني اللي جات لي واللي ظهرت منه في بعض اللقطات في بعض المباريات كانت بتقول ان هو لعيب جيد، لكن ما حصلش توفيق في فرصته مع النادي الاهلي فرحل ميكيسوني. الرحيل الثاني ايمن اشرف الحقيقه واحد من رجاله الاهلي المخلصين، وهكذا يكون الفارق. رحيل ايمن اشرف، ازاي تخرج من الباب الكبير؟ صح. ازاي تخرج وانت محتفظ بنفس رصيدك عند الجمهور بنفس الاحترام اللي كنت فيه وانت بتلعب وبترتدي تيشرت النادي الاهلي، ويظل نفس الرصيد ونفس الاحترام ده متواجد؟ دي كانت رساله ايمن اشرف النهارده اللي ودع بيها جمهور النادي الاهلي، وتم اعلان انتقاله طبعا لفريق البنك الاهلي بدايه من الموسم القادم.